رامي صوفيا عندها مجاذيب شغلتها إلهية ينشر بها طريقنا يا رب واسع الكرام مولاي يا صلي وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم بركة سيدي المحروس أبوه من أولياء الله الصالحين في جزيرة محروس مدد سواج. مدد يا رفاعي مدد يا سادة يا صوفيا في انظرونا هل من كلمة سيدي جزيرة محروس هذه سيدي من فيها من أجدادكم الصالحون والصالحين في مقابلها سيد العارف سيد أحمد بن زروق في مدد يا سيد العارف مدد هو الناس كلها ناسي كالوالد يقولهم زروق هم رايحين على العارف على الشاطئ الغربي وإحنا على الشاطئ الشرقي وعلى فكرة كالوالد راح هناك يقول صاد فيها أكثر من 100 ولي الحمد لله يقول بعد فيها واحد كان على الدير يقول سيد الشيخون كف على الجبل لا لا وأبو عمرو الجرجاوي نعم. كان مع الوالد شريف الفراسي في إخميم نعم يا سيدنا أكثر من 20 مريض صوفة مصر 20 مليون وعشر تلات من أولياء الله من أولياء الله الصالحين 20 مليون صوف في مصر وأنت منهم وأنا أولهم إيش منهم إيه والله مدد. مدد ماذا يعني توصي مدد. كل يعني مريد للطريق بكثرة الصلاة على رسول الله طريقنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي كلمة تقول شيء نصيحة شكرا سيدي سيدي رفعة الرفاعي انت الشيخ من شيوخ الصوفيه تحب تقول توصي حد يعني الصوفيه ارشاد وانشاد كان يقول نعم نعم ماذا توصيهم توصيهم ب بكثره الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم وكثره الاستغفار زين المجاذيب ما علاجهم علاج المجاذيب علاج المجاذيب يعرفه المجاذيب الله الله تعطينا الغاز مش عاوزين علاج الغاز علاج المجازين كلام جواب وسؤال علاج المجازين قبل الخواطر يا مولانا قبل المجذوب كيف تعالجه جبر الخواطر يا مولانا جبر الخواطر اصبر بخاطري الخواطر يا مولانا جبر الخواطر وجبر الخواطر من ارقى العبادات ولو بكلمه طيبه تجبر الخاطر بكلمه طيبه الله يا مولانا يفتح عليك انت كلمه طيبه من اشهر مجذوب عندكم بسيوط المجاذيب في مجاذيب باطنيه وفي مجاذيب ظاهريه مظاهرين والى لقاء في لقاء جديد وشكرا تهلا